تحياتي. رح نحكي اليوم عن إتيكيت قائمة الطعام في سفرة رمضان. يستحسن ألا نضع قائمة الطعام والوصفات التي لم نطبخها من قبل ولو لمرة واحدة على ربة المنزل، تجهيز أطعمة تكون على دراية كاملة بطهيها وتقديمها بشكل لائق. نتجنب الأطعمة الصعبة في التناول مثل الدجاج الكامل أو الحمام إلا إذا كانت الدعوة للمقربين ولا يوجد حرج بينهم. ضعي في اعتبارك بعض الأطعمة المناسبة للأنظمة الغذائية التي يتبعها بعض الضيوف، كأن يكونوا مصابين بمرض السكر أو يتبعون حمية غذائية معينة. لا تكثري من أنواع الأطباق بشكل زائد عن اللزوم حتى لا يشعر الضيوف بعدم الراحة أو الارتباك أو حتى الحيرة عند تناول الطعام. سيدتي، لا تنسي الحلوى، فلا تعتمدي على أن الضيوف سيأتون بها إلا إذا أخبرك أحدهم أنه سوف يقوم بذلك. إذا كانت العزومة كبيرة، يمكنك الاستعانة بطباخ محترف أو بيت طاهي ليسهل لك الأمر. بالنسبة لبوفيه المشروبات، فمن المهم جداً أن يجمع بين المشروبات الساخنة والباردة أيضاً. بالنسبة للمشروبات الساخنة، يجب ألا تكون كلها معتمدة على القهوة والشاي، بل يجب تقديم بعض المشروبات الأخرى التي لا تحتوي على الكافيين كي ترضي جميع الأذواق. وللمشروبات الباردة أيضاً، يجب أن لا تقتصر على المشروبات الرمضانية فقط، ولكن يجب أن تضم عدداً متنوعاً من العصائر مع مراعاة ضبط نسبة السكر الموضوعة بتلك المشروبات. وكل عام وأنتم بخير. إتيكيت مع سالي الأسعد.